اهلا بيكم يا اصحابي، اهلا بيكم في قناه العابي. يلا نلعب يا اصحابي. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده يا اصحابي انا جايه بقى وجايبه لكم معايا لعبه جميله قوي قوي وعربيه جديده هتحبوها خالص. العربيه دي نوعها ايه بقى يا ترى يا اصحابي؟ دي عربيه لامبورجيني. طبعا كلنا بنحب العربيات اللامبورجيني وبنتفرج عليها كمان في التلفزيون، وبنتمنى ان احنا يكون عندنا واحده زيها. علشان كده انا جبت لكم النهارده واحده علشان نتفرج عليها مع بعض ونركبها بقى كده ونشوف بتعمل ايه. تعالوا بينا نتفرج على العلبه بتاعتها كده الاول ونشوف الوانها. واو، ده عندنا كمان مجموعه الوان جميله قوي يا اصحابي. عندنا كمان برتقاني، وعندنا كمان الاصفر والاحمر والازرق، وفي هنا كمان احمر. دي كمان في تحت كل طياره الايه النمبر بتاعها، الرقم بتاعها تقريبا بتبقى باكواد او حاجات زي كده. ممكن نطلب الكود او الرقم بتاع العربيه فتجيلنا ايه باللون اللي احنا عاوزينه. طيب ايه رايكم يا اصحابي نفتحها بقى ونشوفها مع بعض؟ عايزاكم تكملوا معايا الايه الفيديو للاخر علشان في قصه وفي لعبه جميله قوي قوي هتعجبكم يا اصحابي. نتفرج عليها بقى وايه ونستمتع بيها مع بعض. ادي العربيه. واو، دي لونها احمر وجميله. ايه العربيه الجميله دي يا اصحابي؟ اتفرجوا عليها كده سوا، ايه رايكم فيها؟ واو، دي بتمشي كمان بالبطاريات. شايفين الكاوتشات بتاعتها يا اصحابي، العجل بتاعها. لا ده فعلا عربيه لامبورجيني جميله، وكمان مفتوحه مفتوحه اهي، شوفوا يا اصحابي مكشوفه كمان. واو، دي جميله قوي. طب ايه رايكم يا اصحابي نركبها كده ونحط البطاريات ونشوف ايه هتشتغل ازاي؟ شوف كده الاول هي محتاجه كام بطاريه. محتاجة أربع بطاريات، نجيب لها أربع بطاريات ونشغلها مع بعض. أدي الأولى، وأدي كمان، نحط هنا كمان واحدة، وهنا واحدة. دي نقطة تانية ليه بقى؟ أيوة كده. ونجيب بقى دي كمان نحطها هنا. في إيه، البطاريات بتنط ولا إيه يا جماعة؟ كده ركبنا البطاريات يا اصحابي مع بعض، هنبدا نقفلها سوا. وفي هنا تقريبا مسمار كمان اهو احنا شلناه علشان ايه نركبه مع بعض. طبعا المسامير والحاجات دي يا اصحابي ما ينفعش ان احنا ايه نركبها بنفسنا، لازم مامي وبابي هما اللي يركبوها معانا علشان ايه ما ناذيش نفسنا. ده مفك اهو، هنلفها بقى كده، نلف المسمار بتاعها وندخله ونربطه كويس عشان لما تمشي ما يقعش ايه مننا. بكده يا اصحابي احنا ركبنا المسمار بتاعها. نشوف بقى بتشتغل ازاي. هنشغل الاول ايه زرار الباور ده هنا اوف واون، هنعمله على اون زي ما هو معمول كده، ونبدا بقى نمسك الريموت كنترول بتاعنا اهون علشان ايه نشوف هتشتغل ازاي. طبعا يا اصحابي احنا مسكنا الريموت كنترول بتاعها اهو، هنبدا نحرفها. بس نشوف الاول بقى الاتجاهات بتاعتها. شوفوا بقى العجلة بتاعتنا هنا لما بندوس بتعمل ازاي. طب وكده كده ورا وكده قدام، يا سلام. طب يلا بقى نحركها كده مع بعض. واو، ايه ده، دي جميلة خالص يا اصحابي. طب انتي هتروحي فين بقى تانية حلوة كده؟ شوفوا بقى كده، شوفوا الحركة دي كده يا اصحابي مع بعض. طيب نشغلها بقى لورا. يا سلام، لا دي جميلة فعلا يا اصحابي. لا مش عايزينها تخبط في العربيات اللي ورا، عايزينها نركنها مع العربيات دي عشان نشوف هنعمل ايه، هنعمل ايه بيهم مع بعض كده. عايزين نركن بقى، مين يعرف يركن لي؟ حاكم انا ايه خايبة اوي في الركن يا اصحابي. واو، اهي دخلت اهي. نركنها بقى كده عشان نشوف اللعبه بقى اللي احنا هنلعبها مع بعض دلوقتي. احنا معانا مين بقى اللي ايه صاحب المعرض الجميل اللي فيه سيارات جميله ده؟ صنفور. ازيك يا صنفور؟ هاي هاي اصحابي، انا كويس خالص، انتوا زيكم عاملين ايه؟ احنا كمان كويسين يا صنفور ونسلم عليك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بقى يا صنفور، ايه العربيات دي كلها؟ معقول العربيات دي كلها بتاعتك؟ ايوه ايوه طبعا، مش انا قلت لكم قبل كده ان انا كنت عاوز افتح معرض سيارات
ويعني رحت فتحت قدام بيتي، بس العم دونجل مرضاش، العم انجري بيرد مرضاش يخليني افتح قدام البيت. علشان كده انا خدت بقى اجرت المعرض ده وعرضت فيه كل السيارات بتاعتي. ايه رأيكم يا اصحابي تيجوا كده معايا جولة نتفرج على العربيات؟ تعالوا اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا، ايه رأيكم في العربيات بتاعتي دي كلها؟ يلا اتفرجوا كده عليها واحدة واحدة، وانا هقول لكم كل عربية من دول بتعمل ايه. بس استنوا استنوا كده، الظاهر ان في زبون داخل ولا ايه يا جماعة؟ ده باين في زبون جاي هناك اهو. ده مين بقى يا اصحابي؟ ده وودي. وودي اللي جاي من بعيد ده، تعالوا نشوف وودي جاي يعمل ايه هنا. هاي، ازيك يا عم صنفور، انت عامل ايه؟ انا كويس يا وودي، انت اخبارك ايه؟ انا كمان كويس. ازيكم يا اصحابي، انتوا كويسين؟ احنا كويسين الحمد لله. انا جاي لك النهارده عايزك في خدمه يا عم صنفور. اتفضل اتفضل يا عم وودي، قول لي انت عاوز ايه؟ جاي تشتري عربيه ولا ايه؟ انا بصراحه فكرت كده وقررت مع نفسي، حوشت قرشين وجاي عشان اشتري منك عربيه حلوه، وقلت مفيش حد يقدر يفيدني في الموضوع ده غير صنفور حبيبي. طبعا طبعا انت جيت في المكان المناسب. تعال تعال اتفضل عشان تتفرج على العربيات اللي عندي. ودخل بقى وودي يتفرج وياخد فكره مع صنفور ويلفوا على العربيات. بدانا هنا كده من عند اول عربيه، العربيه الصفراء. ايه رايك يا وودي؟ ايه رايك في العربيه الصفراء الجميله دي؟ عربيه كاديلاك صفراء جميله قوي، وايه ومكشوفه، تنفعك في الصيف علشان ما تحسش باي حر ولا تحس باي ايه باي حراره في الصيف. ايه رايك فيها؟ بصراحه حلوه قوي يا عم صنفور، بس انا مش بحب اللون الاصفر، انا كنت عاوزها حمراء. طلبك عندي، انا عندي عربيات حمراء كتير، تعالى معايا. واو، ايه ده؟ ايه رايك في اللامبورجيني دي؟ اللامبورجيني دي برضو حلوه، بس انا كنت عاوز بس عربيه تكون سعرها حنين شويه، شكل دي هتبقى غاليه قوي عليا. طيب طلبك برضو عندي، تعالى اتفضل. ايه رايك في دي؟ برضو دي مكشوفه. طب طلعها لي كده يا عم صنفور نتفرج عليها سوا. وطلعت العربيه الحمراء الجميله عشان ايه؟ وودي يتفرج عليها. تعالى يا وودي هنا بقى كده علشان نتفرج على العربيه مع اصحابنا. واو، دي بقى ايه؟ دي باربع مقاعد ومقاعدين قدام، وهنا ثلاث كراسي ورا علشان اصحاب وودي كمان يقعدوا، ومكشوفه علشان برضو ايه الحر والايه والصهد بتاع الصيف ما ايه ما يحسوش بيه. واو، دي جنان. ايه رايك يا وودي؟ ما عجبتنيش قوي، انا افضل ان انا اتفرج على حاجه تانيه احسن. طيب نرجع العربيه الحمراء مكانها، ناخد بقى العربيه الجميله دي. واو، دي عربيه بنقي ببرق بنزين السريعه، دي بقى صاروخ. ايه رايك فيها بقى يا وودي؟ صراحه العربية دي سريعة قوي، شكلها كده عربية سباق يا صنفور. هي فعلا عربية سباق يا وودي. تعالي بقى فرجي نفسك كده على وودي ايه يا برق بنزين. يا سلام، دي سريعة خالص. افكر، طيب والقطر اللي هناك ده بيتباع برضو يا عم صنفور؟ طبعا، القطر ده بقى عم توماس، القطر توماس بقى اللي ايه اللي كلنا بنحبه. مش عايزة اقول لك بقى يا وودي، ده غالي عليك قوي. طب حتى لو ما كنتش هشتريه، انا عاوز بس اتفرج عليه برضو كده واشوفه. تعالى بينا تعالى. طيب ماشي، انا تحت امرك. تعالى يا توماس. واو، ايه القطر الجميل ده يا اصحابي؟ اهو ده طلبي. يا سلام، لو كان معايا فلوس تكفي ان انا اشتري القطر الجميل ده. ده جميل خالص يا ايه يا عم صنفور، القطر ده جميل خالص. واو، طب ايه رايك تشغله لنا؟ مفيش مانع يا وودي، انت حبيبي. نبعد بقى وودي كده، نوقف وودي بعيد بقى شوية عشان ايه نشغل القطر ويتفرج عليه. يا سلام، جميلة قوي قوي قوي، ده جميل قوي قوي القطر ده يا عم صنفور. ايه ده؟ القطر ده جميل خالص وصوته حلو قوي. واو،
طيب 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 كفاية كده، نوقف بقى الايه القطر بقى ايه عشان نشوف ايه حاجة تانية. شكرا شكرا يا عم توماس، اتفضل مكانك. واو يا ترى وودي هيرسى على ايه يا جماعة؟ وودي واقف محتار مش عارف ايه يختار بين العربيات الجميلة دي. يا ترى هاخد انهي واحدة، يا ترى هاخد انهي واحدة. اللامبورجيني دي عجباني قوي بس سعرها غالي عليا. طب والحمرة اللي جنبيها، الحمرة اللي جنبيها دي برضو سعرها مناسب بالنسبة لي، بس برضو شكلها كلاسيك قوي، وانا كنت عايز عربية فانكي كده روشة. والصفرة دي كبيرة قوي عليا. افكر بقى مع نفسي كده عشان اخد القرار. وطبعا وودي واقف يختار بين العربيات يا اصحابي. مين اللي جاه؟ دي مين يا اصحابي اللي جاية دي؟ دي جيسي. واو اهلا اهلا، ازيك يا وودي عامل ايه؟ انا كويس يا جيسي، انت اخبارك ايه؟ انا كمان كويسة. امال عم صنفور فين؟ عم صنفور هناك اهو. تعالى يا عم صنفور اتفضل. اهلا بيكم يا جماعة، شرفتوا معرضي والله. ازيك يا جيسي، انت عاملة ايه؟ انا كويسة يا عم صنفور، انا جاية لك النهاردة علشان اخد عربية من عندك. وبصراحة انا جيت شفت الاسبوع اللي فات مجموعة عربيات رائعة قوي عندك يا صنفور، واخترت منهم النهاردة بقى واحدة، وجيت علشان ايه ادفع ثمنها واخدها وامشي. ايه ده، انت جاية معقول عايزة تشتري عربية يا جيسي؟ انت كمان؟ ايوه طبعا انا كمان عايزة اشتري عربية يا وودي. انت اخترت انهي واحدة؟ انا لسه بصراحة ما اخترتش، بس كنت بفكر في العربية الحمراء اللي هناك دي. لا اوعى تكون قصدك على اللي انا جاية اشتريها، انا جيت خلاص هاخد اللامبورجيني اللي هناك دي. قولي كده بقى، انت جاية تاخد اللامبورجيني؟ لا يا ستي، انا هاخد العربية اللي جنبها. طيب يا وودي الف الف مبروك. يلا بينا يا صنفور، عايزة اركب عربيتي بقى وامشي. اتفضلي يا جيسي عشان تستلم العربية بتاعتك. ثواني وهحضرها لك عشان تكون جاهزه، تعالوا بس نكتب الاوراق بتاعتها، يلا بينا. وايه ومشى صنفور مع مين؟ مع وودي وجيسي علشان يكتبوا الاوراق بتاعت العربيات. طبعا ايه العربيه اللامبورجيني كانت مبسوطه خالص يا اصحابي، وفضلت ايه وطلعت كده من وسط الايه العربيات، وقعدت تقول لهم ايه شفتوا يا جماعه كل الناس جايه تتخانق عليا وجاية ايه تختارني انا من وسطكم كلكم، طبعا علشان انا لامبورجيني حمرة جميلة وبعمل حركات جميلة. ما تتغريش بس في نفسك قوي كده، ده انا جنوتي سبور، انت فاكرة نفسك ايه؟ ايه يا عم جنوتي سبور انت يعني؟ ايه اللي حصل؟ طب ما انا كمان جنوتي سبور. بس يا بنتي ما تتغريش قوي في نفسك كده. حتى انت يا عم توماس انت كمان مش عايزني اتغر في نفسي ليه؟ بصراحة يا بنتي كل الناس بتدور على الشكل دلوقتي، مش بتدور على المضمون، لا بتدور على الموتور ولا على المكنة ولا على الحاجات القطع الأساسية اللي في العربية، أهم حاجة شكلها. وإيه يعني؟ أنا شكلي حلو وعربية جديدة ونازلة السوق لسه جديد وكل الناس بتختارني. وماله؟ وماله يا ستي، حلال عليكي، إحنا عايزين نقف هنا في المعرض ومش عايزين نروح مع أي حد أصلاً. طب يا ترى برق بنزين رأيه إيه في الموضوع ده يا جماعة؟ برق دخل؟ لا. حتى لو انت كنت عربية جديدة انا اسرع منك بكتير وبقدر اعمل حركات جميلة ما تقدريش انت تعمليها علشان انت كبيرة وتقيلة. طب وايه يعني؟ انا مش عايزة اعمل حاجة، انا عايزة بس اقف كده وطول النهار يدوني بنزين ويلمعولي الازاز ويلمعولي الكاوتش ويلمعولي الجنوط وابقى ايه واقفة ايه زي الفل فلة. وايه يعني؟ وايه يعني؟ عادي عادي خالص، احنا مبسوطين في وقفتنا هنا ومش عايزين نروح مع اي بني ادمين خالص، خليهم يركبوا ويتمتعوا، احنا هنفضل هنا مع بعض. اودعكم بقى يا جماعه واشوف وشكم على خير علشان انا هروح مع صاحبتي جيسي. يلا بينا علشان نمشي. وفجاه ايه مشت اللامبورجيني، مشت ايه اللامبورجيني وجيسي بقى جت عشان تركب العربيه بتاعتها. واو ده العربيه بتاعتي جنان يا اصحابي، دي جميله خالص. ومسكت بقى جيسي الريموت علشان تمشي العربية. واو يا سلام يا سلام، ايه العربية الجميلة دي يا اصحابي؟ نرجع تاني، عايزة مساحة كبيرة للعربية دي عشان تقدر تتحرك يا اصحابي. اوه
تعالي بقى علشان تقفي عندي هنا علشان نمشي. يلا بينا. واو، ركبت جيسي بقى فين؟ في العربية. اركبي يا جيسي وقعدي كده في العربية. ده جيسي وقعت. وبعدين لا، احنا عايزين نركب جيسي يا اصحابي، عايزين نركب جيسي بقى هنا في العربية. تقعد قدام ولا تقعد ورا؟ اقعدي يا جيسي هنا كده علشان العربية تمشي بيكي. وفعلا مشيت العربية بايه؟ بجيسي يا اصحابي. اتمنى ان ايه ان لعبة النهاردة تكون عجبتكم يا اصحابي وتكونوا استمتعتوا بيها. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وتشوفوا كل فيديوهاتنا اللي فاتت. اشوفكم على خير يا اصحابي ان شاء الله بكرة مع لعبة جديدة من قناة العابي. باي باي يا اصحابي، باي باي.